تحياتي للجميع، ممرضة، مضيفة، محامية. ثلاث كلمات باللغة العربية لازم ينعاد النظر فيها وتتصحح بمرادفات أنسب. كلمة ممرضة مثلا منلاقيها عادية، منستخدمها على نطاق واسع في كافة البلاد العربية، بس إذا تعمقنا جيدا بمعناها المباشر حنلاحظ أنه نقيض المهنة تماما. شو معنى كلمة ممرضة؟ بتعني اللي بتمرض الناس بدل ما تشفيهم. ولما تسأل الممرضة وين درستي، بتقلك بمعهد التمريض. كيف قدرت هالكلمة إنها تنتشر وتتعمم وتستخدم من قبل ملايين الناس بدون ما حدا يلاحظ معناها المتناقض مع المقصود منها؟ أنا بقترح على مجمع اللغة العربية إنه يستبدل كلمة ممرضة بكلمة شافية أو معالجة. هيك على الأقل المريض بيشعر بطمأنينة لأنه بحاجة لحدا يشفيه مش يمرضه. الكلمة الثانية والمستخدمة كمان على نطاق واسع هي المضيفة. أكيد عم تتساءلوا وين الخطأ بكلمة مضيفة. حاولوا تعمقوا بالمعنى المباشر لكلمة مضيفة، بتعني اللي بتضيف شيء لشيء آخر، بينما وظيفة المضيفة هي استضافة الركاب على متن الطائرة أو النزلاء في الفندق مش إضافتهم. فالأنسب بدل كلمة مضيفة استخدام كلمة مستضيفة لأنها بتستضيف ما بتضيف. الكلمة الثالثة واللي كلكم طبعا بتعرفوها وبتستخدموها هي المحامية. شو معنى كلمة محامية؟ بتعني اللي بتحمي الشخص، بينما الوظيفة هي الدفاع عن الشخص مش حمايته. منها حارسة حتى تحمي، وظيفتها الدفاع عن موكلها. والكلمة الأنسب لهالمهنة هي المدافعة لأنها بتدافع ما بتحرس. بحب ذكر بالنهاية أنه هالثلاث كلمات ما فيها خطأ لغوي أو معنوي، بل مستخدمة بالمكان الخاطئ. بتمنى من المشرفين على اللغة العربية أنهم يصححوا هالأخطاء ويستبدلوها بالمصطلحات المناسبة، فاللغة بتتطور مع الزمن ومنها أية منزلة حتى ما نقدر نغيرها. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. لمشاهدة المزيد ضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحتها بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. إلى اللقاء.